قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. توفي صباح اليوم السبت 19 يناير 2019 الإعلامي محمد رجائي، ولم تحدد أسرته موعد تشييع الجثمان حتى الآن. ده الإعلامي القدير محمد رجائي الله يرحمه. ونعى الإعلامي عمرو الليثي المخرج الراحل محمد رجائي، والذي قام بتأسيس القناة الثالثة، داعيا الله أن يرحمه وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر. ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تتلمذت على يديه مع إنشاء القناة الثالثة، وتعلمت الكثير من الخبرات الإعلامية من التعامل معه بالتلفزيون المصري. المخرج الكبير له إسهامات خاصة على شاشة التلفزيون المصري، وهو أحد رواد الجيل الأول في التلفزيون، وقدم العديد من البرامج الثقافية والشبابية، ومخرجا لفوازير عم فؤاد على مدار 25 سنة. وتابع أنه أول من قدم خطة عمل القناة الثالثة وترك بصمة عندما تولى رئاستها لسنوات طويلة، حتى أصبح مشرفا على القنوات الإقليمية في نفس الوقت. الله يرحمه. بإطلالة مميزة لم تتغير على مدار سنوات، وشهد له الجميع بالأناقة التي تليق برجل نبيل، ولم يقتصر ذلك على ظهوره في الأعمال الفنية التي قارب عددها 200 عمل، ولكن في حياته الشخصية أيضا، ليظل ارتداءه ملابس باللون الأبيض علامة استفهام. في حياة الفنان سعيد عبد الغني الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 81 سنة، أسئلة كثيرة أثارها ظهوره مرتديا اللون الأبيض خلال حياته الشخصية بعيدا عن التمثيل، زي هنا مثلا مع نادية الجندي، كان أنيق جدا بس كان لابس أبيض دايما. وأرجع البعض ذلك إلى فترة مرت عليه في حياته عندما كان يعمل مراسلا حربيا أثناء حرب 1967، وعندما استشهد أصدقائه أمام عينه، مر بحالة نفسية سيئة وأصيب بالاكتئاب، وقرر عدم ارتداء ألوان، ووقع اختياره على اللون الأبيض كحداد على أصدقائه. ده لآخر حياته. وقال أحمد سعيد عبد الغني عن هذا الموضوع: ذهب والدي وقت عمله مراسلا عسكريا لجريدة الأهرام من أجل تغطية حرب 67، وهناك شاهد ما لم يتوقع مشاهدته، فجميع أصدقائه قتلوا أمام عينيه، وكانت تلك من أسوأ أيام حياته، لدرجة أنه بعد انتهاء الحرب عاد إلى منزله أبيض الشعر متجهم الوجه، حتى أنه طلب من زوجته إخلاء المنزل للجلوس وحيدا، وظل على ذلك الحال لمدة 10 أيام. وهنا صور من الجنازة، وكان أحمد سعيد عبد الغني متأثر جدا، ونشوف صورة ليه وهو حزين على فراق والده. هي الصورة ديت الله يرحمه. وكان من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى من وفاة الفنان سعيد عبد الغني أقاويل مغلوطة منسوبة للفنان الراحل، تضمنت وصية له بألا يدخل عليه أحد بعد موته إلا أفراد أسرته، ومطالبة ابنه بالتبرع ب 17 مليون جنيه لمستشفى السرطان. من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن ما نشر بشأن هذه الوصية ليس له أي أساس من الصحة، واصفا إياها بالشائعات السخيفة. وأضاف زكي في تصريحاته لليوم السابع أن الفنان الكبير سعيد عبد الغني كان في غيبوبة تامة منذ أسابيع طويلة، وكان نجله أحمد يتواصل معه باستمرار، ولم يتم الحديث إطلاقا في هذه الوصية، خاصة أن هناك أموالا طائلة أنفقها نجل الفنان الكبير الراحل على علاج والده الله يرحمه. هنشوف أسرار كتيرة عنه. ده أحدث ظهور له، كان من حوالي سنة، كان مع محمود الجندي،
جنب خالد زكي ده من حوالي سنة، هو حاليا حوالي 80 سنة. سعيد عبد الغني ممثل مصري ولد في بلدة نوصة البحر في مركز أجا بمحافظة الدقهلية في 23 يناير 1938. حصل على ليسانس الحقوق عام 1958 وعمل في الصحافة بجريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن، حيث بدأ في المسرح ثم في عام 1973 مثل للتلفزيون عددا من السهرات والمسلسلات. عمل في السينما أيضا، ومن أشهر أفلامه إحنا بتوع الأتوبيس حيث حصل على شهادة تقدير على دوره فيه. يعمل ابنه أحمد سعيد عبد الغني في التمثيل أيضا، حصل على جائزة أفضل ممثل دور تاني عن فيلم أيام الغضب، كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 96. ده سعيد عبد الغني في شبابه مع محمود ياسين. هنا سعيد عبد الغني وزوجته التي هي أخت زهرة العلا، كتير ما يعرفوش المعلومة ديت. وفي فندق سيتي ستارز في القاهرة احتفل أحمد سعيد عبد الغني نجل الفنان سعيد عبد الغني بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى بتول. هنا في زفافه بتول وأحمد سعيد عبد الغني ابن سعيد عبد الغني. وهنا ديت سعيد عبد الغني وزوجته اللي هي أخت زهرة العلا. وأحيت الزفاف المطربة الشعبية بوسي التي غنت ورقصت مع العروسين، كذلك قدم مصطفى عمر عددا من الأغنيات وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتهنئة العروسين ككمال أبو ريا. وأشرف مصلحي وزوجته المخرجة منال الصيفي وعبد الوزير وعدد من الأصدقاء المقربين للعروسين. يذكر أن أحمد سعيد عبد الغني من عائلة فنية. هنا مع كمال أبو رايا مع مصطفى عمر مراته، دي مع والدته أخت زهرة العلا. فوالده هو الفنان المعروف سعيد عبد الغني، وخالته هي الفنانة الكبيرة زهرة العلا التي غابت عن الزفاف ساعتها بسبب ظروفها الصحية، بينما حرصت ابنتها المخرجة منال الصيفي على الحضور، وهي مخرجة مصرية من بيت فني، فهي ابنة المخرج غزير الإنتاج حسن الصيفي والممثلة القديرة زهرة العلا، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج عام 93، وبدأت دي المخرجة منال الصيفي ابنة زهرة العلا وسعيد عبد الغني، ده عمرو الصيفي وحسن الصيفي ومنال الصيفي. فرح جمع نجوم الفن كلهم. رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد، وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم الحياة منتهى اللذة عام 2005، بعدها عملت كمخرجة مساعدة في فيلم هي فوضى، وقدمت فيلمها الثاني مش مهندس حسن عام 2008، واتجهت للتلفزيون لتخرج مسلسل نونا المأذونة عام 2011. دي المخرجة منال الصيفي ابنة زهرة العلا اللي هي خالة أحمد سعيد عبد الغني. وقد ولدت زهرة العلا محمد بكر رسمي يوم 10 يونيو عام 1934 في حي محرم بيه بمحافظة الإسكندرية لعائلة متوسطة الحال مكونة من 6 أبناء، وقضت طفولتها متنقلة بسبب ظروف عمل والدها. دي صورتها وهي طفلة، ودي صورتها اللي احنا عارفينها. بسبب ظروف عمل والدها غير المستقرة وقبل أن تصل لسن العاشرة، كانت الإسكندرية في ذلك الوقت مقرا للألمان والإيطاليين ومركز لدول التحالف أيضا، مما جعل غارات الطائرات ترتكز فيها. فتركوا الإسكندرية وذهبوا إلى القاهرة، وفي القاهرة عاشت في حي السيدة زينب حيث بدأت تشعر بالاستقرار. كان والدها يصحبها دائما لسينما الشرق، مما جعلها تحب الفن وتحرص على متابعة الجديد فيه. في تلك المرحلة بدأت تشعر بحبها الزائد للتمثيل وهي في 13 من عمرها، وقامت بتكوين فريق التمثيل بالمدرسة ونال إعجاب الجميع.